يا مساء الخير عليكم مشاهدي ومشاهدين قناة الصحة والجمال في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة في بيتنا. هكون معاكم إيمان عصام ولمدة ساعة كل يوم أربع من الساعة 1 للساعة 2. يقتلني برودك العاطفي بقدر حبي لك، فلماذا أحببتني وأنت لا وأنت لا تستطيع التعبير عن مشاعرك. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن البرود العاطفي. البرود العاطفي أي علاقة في الدنيا، علاقة زوجية، علاقة أصدقاء، أي علاقة بتكون بتتبنى على حافز. الحافز ده لما بيقل بتكون مشكلة. الحافز ده لما يعني ممكن يدينا صورة للشريك حياتنا اللي موجود معانا إن هو واصل له رسالة إن هو مش واخد الاهتمام الكافي أو الحب، أو أحيانا بتوصل معاه إن هو يفكر إن هو ما يكملش في العلاقة دي. وبرضه لو الحافز ده زاد قوي عن اللزوم زيادة وبقى كتير واهتمام زيادة عن اللزوم وأسئلة كتير لدرجة إنك تحس إنك مش واخد حريتك الكافية في حياتك مع الشريك ده، وبرضه دي بتكون مشكلة. في النهاية يعني إن لما بيكون الحافز ده زيادة عن اللزوم أو أقل من الطبيعي بتكون مشكلة وبتهدد العلاقة دي بالاستمرار. كتير مننا جدا بيكون خايف من البوح عن مشاعره الحقيقية، بيخاف يقول المشاعر اللي هو حاسسها بجد، بنكون شايفين إن ده إحنا كده بندي سلاح للشخص اللي معانا أو بنعرفه نقطة ضعفنا. نقطة ضعفنا دي بقى خصوصا الرجالة بنبقى فاكرين ان هم هيستغلوها ضدنا او هياخدوها بشكل تاني او هيجي الوقت اللي هيستخدموها يبقى سلاح في ايدهم، لكن ده مش صح. اي علاقة في الدنيا لازم تكون مبنية على الصراحة، وان احنا نكون مع بعض بشكل صريح ونقول مشاعرنا الحقيقية اللي احنا حاسينه. انا عايزة اهتمام، او انا مخنوقة من الاهتمام، او عايزة مساحتي اكتر من كده. لازم نكون واخدين مساحتنا الكافية في علاقتنا الزوجية أو العاطفية أو أصدقاء أيا كانت العلاقة إيه. برضو كمان عايزة أتكلم عن ده موضوع حلقتنا النهاردة، إن إحنا هنتكلم عن البرود العاطفي، وبرضو هنتكلم عن عكس البرود العاطفي تماما، الاهتمام الزايد أو الاهتمام أو التدخل في الحياة لدرجة كمان إن هي بتوصل أحيانا للشك. فكل دي مش يعني هما في الحالتين مشكله. كل ده هنتناقش معايا ضيفتي النهارده فاطمه عبد الستار، استشاريه العلاقات المعتمده من الاتحاد الدولي للكوتش. منتظره اتصالاتكم وتعليقاتكم من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه او البيج بتاعتي على الفيسبوك. هنطلع فاصل قصير ونرجع ليكم مره تانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل موضوع حلقتنا النهارده عن البرود العاطفي مع ضيفتي اللي منوراني النهارده في الاستديو اللايف كوتش فاطمه عبد الستار، استشاريه العلاقات المعتمده من الاتحاد الدولي للكوتش. اهلا بيكي. اهلا بيكي، انت منورانا. تسلمي لي. عندنا او ما عندناش ثقافه اللايف كوتش، لسه مش واخده حقها. في البدايه حابين نعرف يعني ايه لايف كوتش اصلا. هبتدي لك في الاول كده ملخص بسيط جدا، يعني ايه اساسا كوتشنج. اساسا هو كوتشنج علم غربي، يعني مستورد من الخارج، وارد علينا في الثمانينات. مقصود منه ان هو زي مشاركه ما بين الانسان او اللايف كوتش وما بين العميل، عشان يقدر يساعده في ان هو يسهل له حياته ويحل مشاكله ويوصله كمان لتحديد او الوصول للجول بتاعه. دي كلمة كوتشنج كده في عجالة، بس هي أساسا ملهاش ترجمة حرفية، يعني لو أي حد عمل سيرش مش ملهاش ترجمة حرفية. كوتشنج هي كوتشنج في مصر، في اليابان، في أمريكا، هي نفس الكلمة كوتشنج ملهاش ترجمة حرفية. طيب أنا إمتى أقول إن أنا محتاج أروح للايف كوتش؟ والله عشان أقرر حاجة زي كده لازم ما يكونش مثلا عندي مرض نفسي أو مرض عقلي، لأن الحاجات دي بتتوجه للسيكاترست أو الطبيب النفسي. لازم يكون عندي مشكلة حياتية موجودة في الحياة العادية، مشكلة في تربية الأبناء، مشكلة مع جوزي، مشكلة في اختيار شريك يعني الحياة. دي تعتبر مرض إن أنا مثلا يكون عندي مشكلة في حياتي؟ لا لا لا، ملهاش علاقة بالمرض، يعني إحنا لا نشخص بالعلاج. في حاجة عايزة أوضحها كمان للمتابعين، لأن يعني معظم الأسئلة اللي بتجي على البيج بتاعتي دايما يسالوني طب يعني ايه لايف كوتش، يعني احنا نجيلك ايه، يعني انت هتساعدينا ازاي، وليه، وهتعملي، هتقدري تقدمي لنا ايه. عشان اجاوب سؤال زي كده لازم اوضح او افرق ما بين ثلاث حاجات: السايكاتريست والثيرابيست والكوتشنج، عشان اعرف الكيس يعني او الحاله انت تتوجهي لمين في الثلاثه دولت.
لو هي قلنا زي ما قلنا عندها مشكلة مرض نفسي، مرض عقلي يعني أمراض نفسية أو عقلية، هي تتوجه فورا للسيكاتريست، لأنه بيتعامل مع الخطة طويلة الأجل أو طويلة المدى في العلاج. يشخص بالأدوية طبعا عن طريق كتب الروشتة وخلاص. هو إنسان درس طب عام متخصص في الآخر طب نفسي، وهو ده المؤهل للغرض ده يعني. تمام. طب يكون أنا عندي كده ليه مثلا ما روحش أتكلم مع واحدة صاحبتي أو مامتي أو حد قريب مني؟ ما ينفعش. تفرق إيه؟ ما ينفعش يا ماني، لأن هتحكم على التجربة بتاعتك من خلال تجربتها هي، من اللي هي شايفاه، من خلال الموقف بتاعها هي، فمش هيبقى فيه متعاطفه معاها حتى انا اصلا ككوتش مش من حقي ان انا كمان اديكي ادفايس، انما انا من حقي ان انا اوصلك انك انت تاخدي القرار او توصلي للجول بتاعك عن طريق نفسك. انت بتعملي ايه بقى عشان نوصل لكده؟ عن طريق بقى تولز معينه وادوات واختبارات بنعملها في الكوتشنج. بس هكمل لك الجزئيه اللي فاتت بس كده فوجاله. المعالج الاضطراب هو خريج اداب عين شمس، دارس علم النفس او القاهره. لا يشخص بالأدوية، وكل شغله أنه هو جلسات. بيعالج بالحديث، يعالج معاكي بالحديث فقط. الطبيب هو اللي بيشخص كل بالأدوية. شغله على الباست بتاع الحالة أو الماضي، التاريخ المرضي بتاع الحالة. الكوتشنج بقى مطلوب مني بالجلسات أو بالكلام أو بالحديث، مطلوب مني أن أنا أنصت لك إنصات جيد، مش سمع بس، لا إنصات، وكمان إنصات مولد، أن أنا أعرف يعني أجيب من وراكي حاجات تانية أنا أكتشفها معاكي بعد كده. تمام. كمان مطلوب مني ان انا احترم صمتك اثناء فتره الصمت، وكمان يعني مطلوب مني ان انا احترم الخصوصيه بتاعتك واحترم اسرارك. اكيد، ما هو ده شرط اساسي طبعا مع طبعا عشان عميل يكون مطمن معانا. طبعا تمام. طيب عايزين بقى، هو موضوع حلقتنا النهارده عن البرود العاطفي. البرود العاطفي مشكله كارثه. امتى تكون العلاقه ناجحه ما بين الطرفين؟ تمام حبيبتي، سؤال جميل جدا. عشان نجاوب على السؤال ده بداية كده لازم في عجلة برضك نعرف يعني ايه علاقة، او يعني ايه ريليشن شيب. التخصص بتاعك ده بالزبط. انت بتعملي بيه ايه اخبار العلاقة دي او رحل فين؟ العلاقة عبارة، احنا بنحتاج علاقة في حياتنا عشان نيدس عندنا معينة، عندنا احتياج للاف، لكير، لسبورت. امتى بقى احتياج. نوصل احتياج، هي نيدس في المقام الاول. انا محتاجة حاجة، عشان محتاجة حاجة عندي مشكلة، هي دي اللي مسببة يبقى أنا محتاجة أعمل علاقة. تمام. أدخل في علاقة. وصفة العلاقة في القرآن، العلاقة عبارة عن تجارة. إزاي؟ هقولك إزاي. وصفة العلاقة في القرآن الكريم بأنها تجارة رابحة مع الله، تجارة لن تبور. خد بالك يعني القرآن الكريم ما خلاش حاجة لما وضحها. أكيد. فتجارتك رابحة مع الله عن طريق عباداتك والفرائض بتاعتك والحاجات اللي انت بتقدري تقدميها ربنا. يعني ايه بقى برضك العلاقة تجارة؟ علاقة تجارة يعني تجارة كسبانة يا تجارة خسرانة. امتى تكون كسبانة؟ تجارة كاسبة أو كسبانة؟ لما يكون الطرفين مثلا متفاهمين. برافو عليكي إيمان، برافو عليكي. لما حجم المقدمات اللي بقدمها الأخذ قد العطاء، في توازن. ما ينفعش أنا أدي للبارتنر بتاعي مقدمات كتير وهو في المقابل ما بيدينيش حاجة، تبقى علاقة بتأذيني أكتر ما بتنفعني. تمام. طيب ما هي دي بقى المشكلة بتاعتنا النهاردة، إن هو في حد ما بيديش، ودي بتسبب أيوة. المشكلة بتبقى هي دي، هو ده البرود العاطفي. لأن ما فيش انسجام أساسا. ده بقى ناتج إن ده له نمط تعلق او اتاتشمنت ستايل، والتاني له نمط تعلق تاني خالص. كل واحد، اتنين مع بعض متجوزين، بس كل واحد عايز من التاني حاجات يعني راجع اصلا لنمط الطفوله بتاعته. بيحصل هنا كله على بعضه كده يعني. طيب ايه هو مش حاجات جايه جديده علينا، مش هي موجوده معانا من واحنا صغيرين، من سن الميلاد لحد سن 6-7 سنوات، متسجله عندي في ملفات السبكونشس في العقل. تمام. البرود العاطفي ايه هو؟ يعني ايه برود عاطفي؟ البرود العاطفي بقى كده يعني، عشان ما حدش برضك من المشاهدين يفهم غلط انه له حاجه بعلاقه تانية. برود عاطفي يعني برود في المشاعر، يعني جفاء، يعني انسان ملوش حضور، ملوش بصمه، ملوش تاثير، يعني ملوش احتواء كده في القعده. اما نقعد مع بعض مش محتويني، ما بيدينيش احتواء، ما عندوش كمان القدره على التعبير في الكلام، ما بيتكلمش. هي دي المشكله، ما بيتكلمش. واحيانا بيكون الشخص ده عنده يعني بيحب شريك حياته جدا او بيحب الطرف الاخر، ومع ذلك مش معبر له، فالطرف الاخر متعذب. يعني هو شايف ان هو كده حاسس ان هو تقيل او مش مرغوب فيه. ولذلك احنا بنقول بقى في فتره الخطوبه لابد كل البنات تاخد خطوه وتتأنى، وتكون فتره الخطوبه حبه كده حلوين على بعض وتدرسوا. وكل المقبلين عندي بدلهم كورسات في اختيار شريك الحياه، بعرفهم ايه هي الديتيلز او الكلام
كمان اللي يقدروا يسألوه ويعرفوه، وازاي نعرف الشريك ده اصلا عشان ما نتجوزش وبعدين يحصل مشاكل. طيب ايه الاسباب اللي بتخلي الشريك اللي عنده برود عاطفي ما يغيرش، خصوصا بين الزوج والزوجة؟ يعني هما طرفين، بتكون البرود العاطفي بيكون سبب عدم الغيرة؟ اكيد اكيد هو اصلا مش هيغير، لان هو انسان بارد بطبعه، بنوصفه كده في بضحك كده بنسميه لوح التلج. بيصدر الوش البلاستيك. يعني انت معدوم الشعور زي زينة ديكور زي ما عمرو دياب بيقول. المشكله ان بقول لحضرتك ان هو احيانا بيكون فعلا الشخص ده بيحب شريكه حياته او بتحب شريك حياته، ولكن مفيش اي تعبير او مفيش اي، هو واخدها عن قبول وعنده شغف لكده، بس مفيش تفاعل، وبيتمم مراسم الجواز وبيلتزم باجراءات الجواز وبيلتزم في العلاقه، بس ده طبع، ده طبع، ده طبع معاه طالع. انا هقول لك الاسباب بقى اللي انت سالتي عليها، ده طبع طالع معاه من وهو طفل. ايه هي الاسباب بقى؟ تمام. وهو اثناء تربيته او طريقه التعلق بتاعته في الطفوله فيها حاجه غلط. طبعا. طبعا، اللي مش يعني بيقول لك فقد الشيء لا يعطيه، هو بيصح في بعض القواعد ويعني وفي بعض القواعد ما بيصحش، بس في القاعده دي بقى للطفوله. تمام. الاسباب بقى رجع جزء كبير بنسبه 95% من الماضي بتاعه، من طريقه التربيه. طريقه التربيه كانت كالتالي، يعني احتياجاته او النيدس بتاعت، احنا قلنا العلاقه نيدس، احتياجاته من اللاف والكير والسبورت ده بقى ما كانش بياخد خالص، ما كانوش بيدوله حاجه بقى، لاسباب بخلافات اسريه، مشاكل انفصال الاب عن الام، احتواء التربيه على مقدم رعايه واحد وقد يكون الام سبب في انه لما يكبر بيكون عنده برود عاطفي. ما خدش خالص يا ايمان، ما خدش حاجه عشان يدي حاجه، انا ما خدتش عشان اقدم، يعني ده سبب اساسي ولازم طبعاً يكون موجود. طبعا مش احنا قايلين نجاح العلاقه لازم تاخد المسارين، خد وهات، يعني ده من كتر المشاكل اللي هو عاش فيها او شافها فمسيطره عليه وطالع كده. مش كده وبس، هو ما خدش الحاجات دي، قلت ناتج لخلافات اسريه، مشاكل، انفصال اب عن ام، او ما كانش فيه مشاكل بس هم اصلا كانوا هاملين وما ادولوش الحته دي. بيبتدي الطفل ده بقى يعمل ازاي؟ ياخد انطواء، ياخد جنب، يبقى خجول، بيعبر عن سخطه وعن علاقاته بالانطواء في اوضه، سواء كانت يعني الاختيار ده اوضه، يقعد في يعني ما يكبر بعد كده بقى يسيب المدام ويقعد في كافيه مع اصحابه، اي حته، المهم او اي مكان، المهم ان هو يحس بالحيز، انا لوحدي، انا خروجات بتألمه. طيب هو العلاقات بتألمه، يعني ان هو مثلا كان طفل عنده مشاكل في حياته او شاف مشاكل كتير في حياته، في يعني ايه العلامات؟ ما شافش احتواء، ايه العلامات اللي تقدر تعرفني ان الشخص ده مر كده؟ سؤال جميل قوي، سؤال جميل جدا. في علامات معينه نقدر نعرفها في فتره الخطوبه؟ تكلمي عن فتره الخطوبه ولا بصفه عامه؟ لا بصفه عامه، يعني من البدايه، يعني من البدايه لو في علاقه بتربطني بشخص افويدنت او مجتنب او مبتعد، بنبتدي نشوف حاجات في العلاقه. بيبتدي لما يخاصم، يخاصم قوي، يهجر قوي، شاطر قوي في الهجر وفي الخصام، ما بيتصالحش بسهوله جدا، وزيدي على الاسبوع اسبوعين ويمكن ثلاثه وشهر شهرين، ومستني اللي الطرف الثاني في العلاقه يجي هو اللي يدادي ويطبطب ويقول معلش ويعتذر. حتى هو لو بتاع الطبطبه اللي عنده مشكله او الغلط عنده هو، هو يعني منطقيا وعقليا لا يعترف بالخطا، شايف ان المنطق والعقل بيقول ان يعني ده سبب غلطة. ان هو ما بيعترفش بالغلط، ده بيكون سبب من اسباب البرود العاطفي. ده في حاجه كمان، هو بيخاف يقدم على اي علاقه خوفا منه ان هو يشعر بالخذلان. لا أو بس استاذه فاطمه، بنشوف ناس كتير جدا دخلوا العلاقه واتجوزوا واتكلموا، يعني خلاص دخلوا في علاقات كتير ايا كان صداقه او زواج، مش بصفه كبيره، مش بنسبه كبيره، بس هم بيندمجوا، بيخرجوا مع البارتنر بتاعهم، بيقدموا خدمات وكل حاجه، بس مش هي عايزه اكتر، مش بالشكل المطلوب. هي عايزه يعني حبيني اكتر، اهتم فيا، اقول يعني حاجه، يعني انا بحبك، لا دي مش كافيه، يقول لي بحبك كمان، هو ما عندوش الجزئيه دي، ما عندوش يعني الزياده ان هو يامن الشريك، هو هيعمل كل الحاجات الواجب عليه، بس بالطريقه اللي مش مرضيه للشريك اللي قدامه. هو اصلا بيخاف يدخل كمان في اي علاقه، بيفكر قبل ما يجي يدخل في اي علاقه بنسبه 100%، بيخاف جدا. ليه؟ بيبقى عنده خوف انه يدخل علاقه يا ترى العلاقه دي شكلها ايه وهحقق منها ايه، ويا ترى هكون خجلان، يا ترى هكون خذلان، يا ترى هتحقق لي ايه. انت شفتي فيلم خلي بالك من زوزو؟ حسين فهمي كده الرجل الغامض بسلامته الدبلوماسي، يا واد يا تقيل، برافو عليكي، ايوه كده، الله عليكي، يا واد يا تقيل. هو الافويدنت او البارد او المبتعد ده اللي واخد جنب ده، هو حسين فهمي في الدراما.
في بنات بتحب النوع ده من الرجاله او يبقى هو ده اللي هي عايزاه الله عليك، التقيل. الله عليك، النقطه اللي انت قلتيها دي قوي، دي فتحت لي مجال اتكلم فيه. في بنات بقى بينضحك عليها وتفتكر ان الولد ده بقى الغامض بسلامته، ان هو اللي كده، والبنات يا سلام تبقى مذبوح ومقتول عليه، هيبقى هو واثق في نفسه، مش اي بنت تدخل كده عادي، بس هي بعد الجواز هتاخد على دماغها، هي هتاخد على دماغها. اهلا طيب وسهلا. في اسباب تانية؟ حاضر. اسباب تانية انها كونت شخصيه زي كده، احنا قلنا اول حاجه ما كانش بياخد اللاف والكير والسبورت الكافي بالنسبه له. رقم اتنين، ما خدش اي رعايه في حياته، الرعايه كمان مش لاف وبس، الرعايه رعايه نفسيه، رعايه اجتماعيه، رعايه صحيه، كل انواع الرعايه. يعني انا مش بربي الطفل بس ان انا بوفر له الاكل او الغذاء او المأمن او الملاذ، ان انا اكله واصرف عليه وادور له على مدرسه تليق بيه، تكون مدرسه قيمه. لا، الرعايه لها انواع مختلفه. هو بقى طالع من التربيه او نمط التعلق ده بنسبه 95% مأثر على كل انواع الريليشن شيبس بقيه حياته. ولذلك بنقول لكل مقدمي الرعايه او اولياء الامور، خدوا بالكم يا جماعه من البدايه من الاطفال. هم فاكرين ان دي فتره بتعدي في الذاكره وبتعدي ملهاش اي تاثير، لكن انا هو ده يعني الاساس اصلا. بجد بكون حزينه ان معظم الكيسز اللي بتجيلي او بتعامل معاها المشكله اساسا ناتجه من نمط تعلقها في البدايه. يعني مشكله صعبه. طيب في حاجه كمان بنشوفها، ان يكون مثلا ست وراجل ارتبطوا فتره خطوبه جميله جدا ويحبوا بعض وهو عاطفي جدا، وفجاه بعد الجواز يبقى فيه برود عاطفي كمان، مع انه ما كانش كده في الاول. المؤشرات نزلت. ما كانش فيه، يعني هو ما كانش عنده برود عاطفي في الاول، او هي ما كانتش ملاحظه ده عليه. تمام. وبعد كده الموضوع بقى الصمت الرهيب، وده معظم الزوجات المصريه بتعاني منه. مشكله بتعاني منه جدا بنسبه كبيره، وكلهم طب ليه؟ طب احنا مقصرين؟ طب احنا عملنا حاجه؟ التاثير رايح فين؟ هقول لك حبيبتي، اثناء فتره الخطوبه اعلى فتره لافراز هرمون الدوبامين اللي هو بنسميه هرمون السعاده، بيكون شغال في الافراز. الله ينور. في فتره الخطوبه قوي 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 مبسوطين جدا قوي 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 قوي. فبتبقى اللقاءات الاولى الشغف والامبريشن عن البارتنر اللي قدامه، مبسوط في قمه لحظات سعادتنا، فبالتالي وبناء عليه كل واحد بيبتدي يطلع ويتجود احسن ما عنده. ما هي دي المشكلة، ان احنا بنتكلم وده اللي احنا بنجود بنقوله على طول، بنجود بنطلع إن احنا احلى صورة صراحة عندنا. اهم حاجة نبان بشكلنا او شخصيتنا الحقيقية. تمام. فاحنا قلنا هرمون الدوبامين بيأثر جدا. هتقولي لي هو هرمون الدوبامين ده ليه ما يقعدش كده يفضل جميل وحلو ويفضل في الافراز كمان بعد الجواز؟ مش هيفضل في الافراز بعد الجواز بالقدر الكافي. ليه بقى؟ زي ما كان في فترة الشغف او في فترة الخطوبة. طب ايه السبب؟ هقول لحضرتك، هو بداية خلاص احنا خلصنا الشغف بتاعنا ودخلنا في علاقة وتم ما بيننا الالتزام على العلاقة. هل ده بيكون مثلا ان هو ضمن وجود الشخص في حياته؟ هو دي جزئية وموجودة عند الرجالة اكتر. هو عارف ان هيلف خلاص هيرجع يلاقي معايا حواء منتظرة في البيت. تمام، دي جزئية منها كبيرة قوي عند الراجل المصري يعني. والجزئية التانية ان هو احنا قلنا هرمون الدوبامين خلاص انت خلاص احنا بنتجوز، هو بيجوا اتنين بقى مختلفين، واحد جايبينه من كوكب المريخ وواحده جايه من كوكب الزهره، يلا عيشوا مع بعض تحت سقف بيت واحد. ايه اللي هيحصل؟ مشاكل طبعا، مش هيتفاهموا ابدا. اول حاجه في اختلافات في الاراء، اختلافات في الاراء جدا. اطفي النور، انا بحب انام في النور وانت بتحبي تنامي اطفي النور. انا بحب الاكله دي وانتي ما بحبش الاكله دي. على كل حاجه بقى. انا بحبش اروح لمامتك بس انا بحب اروح لمامتي زياره كل خميس. اختلافات. بيبدا من هنا بقى ايه، بدات الشخصيات الحقيقيه تظهر اللي هي الترو سيلف، حقيقتنا الوش الثاني بقى. الفكره بدات تظهر بقى في ابهى الصور. هي يعني دي ده اهم سبب. طبعا التصنع او الشكل. ولذلك احنا بننصح كل المقبلين، طبعا احنا ما نقدرش ننكر ان الفتره الاولى بيبقى فيها الشغف عالي جدا والهرمونات عاليه جدا وهرمون السعاده عالي جدا، بس يا ريت برضك يكون في شيء من الصراحه والوضوح، عشان بعد كده ما يبقاش اتنين من كوكبين مختلفين يبقى في فرق كبير ما بينهم ونشيل من بعضنا ونزعل. طيب تمام. طيب انا اتعامل ازاي بقى مع الشخص البارد؟ يعني خلاص احنا عدينا فتره الخطوبه ولقيت المشكله دي، ازاي ابتدي اتعامل معاه؟ تمام. اول حاجه ابتدي ان انا اشتغل على نفسي، او اول حاجه بمعنى اصح تاني، في مقوله بحب اقولها قوي، لا يسعك ان تجهل بعد ان علمت. لا يسعك ان تجهل بعد ان علمت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش معقول اعرف نمط جوزي ان هو بارد، يعني لما تيجي اللايف كوتش وانا اعمل لها بعض اختبارات معينه ونعرف ان نتيجه الاختبارات ان هو طلع نمط الافويدنت او المبتعد، بتبتدي هي تعرف.
بتبتدي إذا تعرف الله هي خلاص يبقى اول طرق التعديل في السلوك او متابعه تعديل العلاقه، اول حاجه العلم بالشيء، المعرفه، بدل انا اعرف الاول الشخص اللي معايا ايه، بدل انا عرفت خلاص اول طريقه ان هو خلاص هو كده بارد او مبتعد او افويدنج، تمام، يبقى انا كده خلاص عرفت، هبتدي اشتغل على نفسي، على نفسي انا رقم واحد، هو اللي عنده المشكله مش عارف اغيره، انما انا ممكن اغيره بعض حاجات اقول لك عليها دلوقتي. أوكي. اول حاجه بطل الزن عليه. ازاي؟ ما بيحبش الزن، هو ما بيحبش الزن، يعني اول حاجه اختار الحوار المناسب معاه. ازاي اوصل للشخصيه البارده دي بحوار مناسب؟ عشان اساسا اقدر اعمل مع الشخصيه دي حوار مباشر لازم اختار وقت مناسب، عشان الحوار يكون ناجح لازم اختار وقت مناسب واسلوب مناسب ومكان مناسب. بس ده اللي هو الطبيعي في، يعني في طبيعه الراجل ده، حتى اللي ما عندوش اللي انا بقولها ديتيلز دي مع اي علاقه عادي برضك تتعامل عادي. اصل اللي هو اختاري الوقت، اختاري طبعا اختاري طبعا، ما ينفعش يكون جاي من الشغل تعبان ومزنوق زي بعض الزوجات المصريه، واول ما تسمع مفتاح الباب داخل عليها تبتدي تقول له بقى شايف ولادك عملوا ايه، شايف مامتك عملت ايه، شايف اخواتك عملوا ايه. ما ينفعش المينتاليتي بتاع الراجل او عقليه الراجل تختلف عن الست. الراجل عنده دافع الشغل والعمل والانجاز مقابل له الراحه، لازم يدخل يرتاح، وانت فكر بتاعك متواصل ما بتهمديش 500 مليون حاجه في دماغك في وقت واحد، ما فيكيش فاصله بتقابليه بيها. دي رقم 2، يعني في ان انا ازاي اعامل الراجل اللي عنده البرود في المشاعر. احاول ان انا برضك امدح الايجابيات في شخصيته عشان اديله محفز. فاكر في الموقف المعين لما عملنا كذا وكذا وكذا تصرفت بشكل كويس جدا. ممنوع معاه النقد بطريقه مباشره. 90% من مدمرات العلاقه زي ما قال جوتمان، وده رائد في العلاقات الزوجيه على مدار حاجه و40 سنه، راجل يعني عنده خبرات وتجارب حلوه جدا في الحياه، قال لك 90% من مدمرات العلاقه بتكون راجع دايما للنقد المستمر والتقليل، ان الزوجه تقل من جوزها، مش واثقه في قراراته، في والشك والغيره، كل دي مدمرات للعلاقه بنسبه 90%. اوكي دكتور، استاذه فاطمه حضرتك يعني افدتينا وكلام حضرتك حلو جدا، بس هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه. اتفضلي. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع استاذه فاطمه عبد الستار اللايف كوتش. اتكلمنا في الفقره الاولى عن البرود العاطفي، هنتكلم في الفقره الثانيه عن النقيض تماما، هنتكلم بقى عن الزوج او الزوجه اللي عندهم اهتمام زايد عن اللزوم، اللي بيسحب مننا حريتنا وبنحس ان احنا مضغوطين او مش واخدين راحتنا في العلاقه. زي ما بيقولوا قليل من الغيره بناء وكثير منها هدام. فهو ده موضوع فقرتنا الثانيه. استاذه فاطمه، الفرق بين الغيره والشك، تمام، هي شعره بسيطه بس محتاجين نفهمها. هو الغيره ملهاش تعريف او مصطلح علمي يعني خاص بيها، انما نقدر نقول ان الغيره هي توتر زياده، خوف زياده على البارتنر، على الشريك، خوف نابع اساسا من حبه لا يفتقد الشريك ده او ما يكونش معاه او يحس بافتقاده. الغيره بتنقسم لجنبين، جنب ايجابي وجانب سلبي. الجانب الايجابي بتكون فيه الغيره بحب، يعني زي ما بنقول كده الغيرة اللذيذة اللي في الأول، اللي هي كمان بتحافظ على وهج الحب، يعني ما فيش حب من غير غيرة، يعني زي يبقى لازم الغيرة روح العلاقة عشان تحافظ على وهج الحب موجود دايما في العلاقة. فبيبقى البارتنر أو الشريك فيها بيدي السبيس للشريك بتاعه، بس بيبقى عنده شيء من التوتر والقلق، ممكن يفتقد الحبيب ده أو الشريك ده، بس بيكون قلقان. الجانب السلبي بقى ما بيكون عائق إن الشريك بتاعه يحقق نجاحات، يحقق هدفه، بيكون يعني حائل ما بينه وما بين تحقيق نجاحه او هدفه، ما بيساعدوش على كده، طول النهار يشكك منه وغيور ويقلل منه عن المشاعر والحب. هي لما تكون غيره محموده، لما الجانب اللي هو الاول اللي اتكلمت عليه، اللي هي الغيره اللي بتدفع البارتنر او الشريك بتاعه ان هو حافز ان هم يكملوا ويكونوا ان هو يعلى ويتقدم. طيب لما بتتقلب لشك، لما بتتقلب لشك بقى، الشك بردك درجات وانواع. الشك يعني ممكن يكون شك مفرط يؤدي الى انهدام العلاقه او فشل العلاقه اصلا الزوجيه. فالشك اساسا خوف، يعني حاجه مرضيه، شك مرضي، لو زاد عن حده يبقى ممكن شك مرضي، وده ناتج بقى عن حاجه مهمه جدا اساسا. الشخص اللي عنده، الشخص اللي بيشك بالطريقه دي بيكون عنده عدم ثقه في نفسه، وكمان عدم ثقه في المجتمع الخارجي اللي حواليه. هو اصلا شخص فاقد الثقه، فيهيئ اذا كان هو خاين
يهيئ له ان كل اللي حواليه خاينين، بيطبق مبدا من سلك طريقا ورد على اهله، يعني انا خاين يبقى انت كمان خاينه او مش مظبوطه، فيك حاجه غلط. طيب ايه هي الاسباب اللي بتخلي الشخص ده غيرته مرضيه او بتخلي غيرته وحشه؟ الانسان قلنا خلينا متفقين ان الانسان اللي بيغير الغيره الشديده دي قوي بيبقى اساسا نمط تعلق كمان بردك من البدايه بنسبه 95%. بنوصفه في الدراسات الشخصيه اللي هي القلقه المتوتره. يعني هو من كلام حضرتك ممكن ما يكونش حب، ممكن يكون تعلق بالشخص ده. لو هو غيور طول الوقت وخانقه في العلاقه بدون تفاهم وكلوز لها قوي ولازقه فيها قوي وقارفها قوي في حياتها، ده بيبقى مش كويس. اللي قدامه بيتخنق منه بدري وبيزهق، يعني خلاص بقى انا زهقت من حبك، انت كمان زهقتني، انت مش مديني متسع ان انا اتنفس. راجعه بردك لاسباب كتير منها او بنسبه كبيره لنمط التربيه في الطفوله. ليه بقى؟ لان احتياجاته بردك من اللاف والكير والسبورت ساعات كانوا يديها له وساعات ما يديهالوش. برضه يعني هي الطفوله الاساس معانا الافويدنت العكس خالص، ده ما كانش بياخد حاجه خالص، اللي هو البارد ما كانش عنده حاجه عشان يقدر يقدم لك حاجه لنجاح العلاقه. انما الانسان القلقان المتوتر الخايف كان يعني مره يده ومره ما يدلوش. ايه الاسباب بقى اللي ادت لكده؟ ابناء المنفصلين، المطلقين اللي بنسميهم ابناء الشقاق، مشاكل الاسريه العنيفه، كل ده بيؤدي لشخصيه قلقانه متوتره خايفه طول الوقت. برضو ملاحظه ان احنا بنلف في الكلام وبنرجع لنمط الطفوله. نمط الطفوله ده الاساسي، وهو ده السبب الرئيسي في يعني ان هو بيطلع كلها في المستقبل غير سوية. طبعا. طيب انا معانا مداخله، خلينا ناخدها. مين مين معايا؟ انجي يوسف، مؤسسه جروب ايه تجربتي. انجي شيماز. الو. ايوه. ازيك عامله ايه؟ ازيك يا فاطمه، اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي انجي. عامله ايه؟ الحمد لله. اهلا بيكي. انا بحييكي على رايك دايما اللي هو بيفيد كتير، تجارب من الجروب. تسلمي. وعايزه اقول حاجه بقى رايي الشخصي. تسلمي. ان بيبقى في لايف كوتش كتير جدا، طبعا انتوا عارفين المهنه دي بقت يعني موضه الايام دي، بس احنا لازم نختار اللايف كوتش اللي نرتاح معاها، زي ما بيبقى ليكي صديقه مقربه، اخت مقربه، مش اي حد نقدر نتكلم معاه او نستشيره في العلاقات. يعني احنا حتى احنا في الجروب عندنا في لايف كوتش كتير، ودايما بنقرا ردودهم، فبلاحظ ان فاطمه ردودها دايما بتبقى فيها افاده لاصحاب التجارب، زي ما بترتاح مع الدكتور. طيب استاذه انجي، ايه هي اهم التجارب او المشاكل اللي شفتيها في البرود العاطفي؟ هي كلها تجارب خيانة بصراحة، وبيبقى راجل بخيل أو خيانة خاصة بالشك يعني. بالظبط، يعني حاجة بتبقى فيها خلل بقى في العلاقة من الأول. بس طبعا فاطمة أكيد بتساعد أصحاب تجارب كتير في الجروب، واستعنا بيها كتير، والحمد لله قدرنا نتوصل لحل. تسلمي لي حبيبتي، أحلى جروب في الدنيا. الحمد لله، شرفنا وجودك دايما. ميرسي. تسلمي لي. ميرسي لك يا انجي. تسلمي لي، شكرا. هنرجع نكمل الأسباب. الأسباب الغيرة أو الشك المرضي. تمام. في مشكلة انعدام ثقة عند الشخص الغيور. أنا في أي حد. دائما بيخاف، دائما قلقان، دائما متوتر. عند الدخول في علاقة بيكون كلوز قوي للشريك، بيبقى لازقة فيه. ده بيبقى تعلق مش حب. ده عدم اطمئنان. بيحاول يكون احتياجاته من الحب والاطمئنان. دي مشكلة كبيرة جدا، يكون شريك حياتي المفروض اقرب حد ليا واكون مش حاسه معاه بالامان. بص يا ايمان، هو شخص يبحث عن الامان، احتياجه من الاطمئنان دايما ناقص عنده، اهتماماته في الحاجات دي مش دائما فورفيلد، مش ملباه طول الوقت. فهو شخص يبحث، هو شخص غير امن، مش سكيور، مش غير امن. انا مش مؤمن، انا ناقصني اطمئنان، انا ناقصني حاجات كتير. بس دي مشكلة بتكون عنده هو. عنده هو. لما بيدخل في العلاقة بقى بيبتدي بقى في العلاقة يبتدي يكلم مراته لو هي خرجت بره. أيوة أنت فين؟ كل 5 دقايق يتصل بيها فون. مش فكرة اهتمام أو حب، هو فكرة لا، ده فكرة تعلق.
ده متعلق بيها بطريقه يعني اوفر الشك احيانا اللي هو انت اكيد في المكان طبعا ممكن تقلب معاه فعلا بكده، يعني ده اكيد يعني ممكن تقلب معاه لو هو ما فرملش لده هتقلب معاه كده، انت فين بتكلمي مين مع كده، كل شويه انت اتاخرتي انت كده، يعني انت فاهماني ما بيديلهاش السبيس. كمان هي في شغلها ما بيقدرش يساعدها قوي انها تكون صاحبه كارير مهني، ما بيديلهاش السبيس، دايما خانقها لو طال ان هو قاعده في البيت جنب طول النهار. كمان في مشكله عنده عند الانفصال او الطلاق، بيتبهدل جدا وبيتعب جدا لانه هو متعلق زياده جدا قوي قوي قوي. فك التعلق ده بناخد وقت معاه حب عشان امتلاك احيانا بيتحول لحب امتلاك اللي هو دي حاجه ملكي. أيوة انا مش ايوه برافو عليك، كل يعني مش كل واحد ياخد حريته. حاجات حلوه قوي فعلا، هي كده عايزه هي لوحده هو بس، ولما بيفصل في العلاقه عنها ابتدي يكلم ابوها ومامتها وقرايبها، ساعدوني ان انا اوصل لها، رجع ساعدوني ان انا ارجع لها، طب قولوا كلمه حلوه. بس مش قادر الموضوع بالنسبه بس انت عارفه بقى يا ايمان في دروب ممكن يقف فيه او يدخل فيه ازاي، اللي هو بيكون بقى سريع الشغف في الدخول في علاقه تانية بسرعه تعوضوا العلاقه اللي وبرده بيكون اختيار مش صح اكيد لانه عايز حاجه تعوضه عن الشخصيه دي. اصلا الغيوره ما بتديش نفسها السبيس، هي مش بترحم نفسها، هي عايزه بسرعه تدور على علاقه امنه يشعر فيها بالاطمئنان ايا كانت العلاقه، وبالتالي التعلق اصلا لسه ما تفكش، فهي بالنسبه له يعني علاقه هتاذيه اكتر ما هتنفعه. في الحقيقه دكتور الكلام معاكي شويه جدا، بس معانا مداخله ناخدها. عبد الجواد عبد المجيد، الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، سامعاك. اولا اشيد بالبرنامج الشيق والمفيد. ميرسي، ربنا يخليك. معلش ممكن حضرتك تسمعني من التليفون؟ الرجل والمراه اسمعني من التليفون معلش عشان الصوت بيتكرر. تسبب في كثره الانفصال. تسبب في كثره، ايوه معاك. اتفضل. طيب شكرا، هو المكالمه فيه مشكله. ايه مش نرجع نكمل الاسباب. تمام. قلنا انعدام ثقه اصلا. انعدام اطمئنان، يبحث دائما عن الامان مش لاقيه، علشان كده هو بيضايق اللي قدامه، بيضايق البارتنر بتاعته في التعامل. طيب انا دلوقتي ازاي اعرف ان الشخص اللي قدامي ده بيحبني عادي او بيحبني حب امتلاك؟ يعني في حاجات زيادة شوية. التعلق الزياده او الشك او الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، ازاي اقدر بردك. هيبان بردك في البدايات عن طريق نمط التعامل والعلاقات، هيبان اذا كان هو كلوز ليا قوي، بيلزق لي قوي. يعني في بعض الناس اثناء فتره الخطوبه بتبص تلاقي بس زي ما اتكلمنا استاذه فاطمه، دايما البدايات ما بتكونش زي العلاقه الزوجيه ولا لما ندخل في الموضوع عشان الشغف بيخلص. بس ده سبب يعني هو ماشي معانا لحد دلوقتي. انا ممكن اديكي بعض العلامات هتشوفها عليها تعرف ان الانسان ده هيبان جدا، يعني ده حاجه واضحه زي عين الشمس. يعني ايه العلامات دي؟ اول حاجه بنقول تشوف علاقته باهله ازاي واصحابه، يعني المرأة على دين خليل فلينظر احدكم من يخال. دوري على علاقته باصحابه، هو عامل ازاي مع اصحابه، طريقه التعامل ايه لما بيتخانق في موقف او بيختلفوا في وجهات النظر، ازاي طريقه التواصل، بيستحمل الإهانة. ده بيديني علامة ان الشخص ده عنده برود. غيور. غيور شخصية. ما عندها ثقة في نفسها. له موقف بياخد موقف ويعرف يرد عن نفسه ولا حد بياخد له الموقف. في العيلة بابا ومامته دائما عندنا من نجاح الريليشن شيب، العلاقة او الريليشن شيب عبارة العلاقة الأسرية والعيلة عبارة اشتراك ما بين اب وام، يعني بنقول A و B بينتج عنهم سي، سي ده بقى بياخد من الاب وبياخد من الام. مهما حصل لازم بياخد منه. لازم هياخد هو ده البيئه اللي عايش فيها. اساس الوجود بتاعنا، لازم انا باخد صفات مكتسبه من هنا وباخد في المقابل صفات مكتسبه من هنا. عاملين ازاي في العلاقه؟ بيدوا لبعض السبيس في المعامله، بيحترموا بعض، بيكلموا بعض ازاي؟ فهو بياخد من بعض الصفات، ده هيوضح لي لو انا مقبله على على زواج عشان اعرف الشخص ده. طيب استاذه فاطمه هنرجع نكمل بس معانا مداخله. اتفضلي. علي من القاهرة اتفضل. علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. ربنا يخليكي، أنا بشكر برنامج جميل جدا بصراحة. ربنا يخليك يا رب نكون قادرين نوصل الرسالة. لا لا بجد رسالة جميلة ودايما تتقدم إن شاء الله. ربنا يخليك، اتفضل. بص لحضرتك، هو بس إيه في مشكلة صغننة كده بس بيني وبين زوجتي، اللي هي زي إيه مثلا؟
انا مثلا بكون مثلا في شغلي وفي حياتي وكده، وهي مثلا ممكن بتكون بتفكرني بحاجه بقالها مثلا سنه او حاجه ممكن ما اكونش فاكرها، فهي بتتضايق مني وبتزعل مني بسبب الموضوع ده، مع ان انا يعني ايه واخدها عن حب وبحبها جامد قوي يعني، وقصه حب بينا كبيره قوي وبحترمها وبغير عليها وبتغير عليا جامد، بس فالمشكله ان هي حضرتك بس ان هي بتزعل مني ممكن عشان انا لو نسيت حاجه بدون قصد يعني، فمش عارف بصراحه انا اقول لها ايه. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. طيب انا بشكرك واستاذه فاطمه هترد عليك. حاضر يا استاذ علي. دي مشكله ان الستات ما بتنساش، وقلنا قبل كده ان دي حاجه فينا غصب عننا، يعني حتى علميا قالوا ان دي عندنا حاجه كده، اجيب لك من 10 سنين انت عملت ايه. دي طبيعه فكر. يعني احنا عندنا وطبيعه الفكر الست غير الراجل. قلنا هو لازم يتقبل ده. بص يا ايمان، احنا تفكيرنا او مخنا عباره عن الدولاب كله بكل دراجه وبالرفوف بتاعته بالهدوم بكل حاجته كده على بعضها. ده تفكيرنا احنا، كل ده عندنا، كل التفاصيل صغيره وكبير، انما مخ الراجل او سيكولوجيه فكر الرجل حادي، عباره عن دراج منفصله، كل درج غير التاني، ولذلك يكون هو مع مشكله مع مراته وبيتخانقوا مع بعض هو عادي والدنيا مش لطيفه، وفجاه صاحبه يتصل بيه قال له ايوه انت عامل ايه؟ تلاقيه بيهزر وتلاقيه بيضحك وبيهزر. ايوه امال انت تقول له هو انت ما عندكش دم؟ ايوه هو انت ما بتحسش؟ هو انت خلاص هو عنده حته او منطقه الفصله. انا بفصل، دي سيكولوجيه الفكر بتاعته. انا كست ما عنديش فصله، انا بقى فاكره لك اللي حصل سنه كذا في الموقف كذا لما كنا قاعدين في الموقف كذا وبنقول كذا وبنعمل كذا. فالرد للاستاذ علي هو المشكله بتاعته فيها عنصرين، العنصر الاول اللي بيستفسر عنه بيقول بتلوم في حاجات عدت سنه. هو طبعا ده شيء مش لطيف، لان زي ما احنا قلنا قبل كده زي ما جوتمان بيقول ان من مدمرات العلاقه بنسبه 90% النقد واللوم المستمر، ده بيقلل من الكواليتي بتاع العلاقه. مش عاجبين بعض في التفكير ولا في الشكل ولا في التصرفات على طول احنا بننقد من اجل النقد نفسه، لكن ما بننقدش نقد يوضح لنا ازاي يهيئ لنا او يسهل لنا الحياه. النقطه الثانيه اللي بيستفسر عنها بردك بيقول ايه؟ فكريني يا ايمان. هو كان بيتكلم عن الاولاد، ان الاولاد كمان هو مشغول وطول يعني عنده اوقات كتير هي مش مقدره ده وهي دايما بردك بتلومه او بتعاتبه في كده بردك عشان وجود عدم حوار جيد ما بينهم، ما فيش لغه حوار او حوار صحي ما بينهم. لازم انا اقعد معاه او هي تقعد معاك كل واحد يعرف التاني، يعني اساس البيت السعيد او الناجح زي ما جوتمان بيقول عمودين من اعمده البيت السعيد، الالتزام زائد الثقه. تمام، نكون انت هو ده اللي بيكون بيت سعيد، اذا فقدنا عمود من دول يبقى البيت مش سعيد، البيت مش مظبوط. انت التزمت معاه في بدايه الحياه بمسؤوليات معينه، عرفت اللي عليك وهي اللي عليها، المفروض نتعامل من المنطقه دي يعني. طيب نرجع تاني لموضوعنا، لو ازاي انا اقدر اتحكم في نفسي ان انا ما اوصلش لحب امتلاك او الغيره اللي توصل للشك؟ اولا التحكم في الذات، ان انا اعرف نفسي الاول، اول حاجه طريقه التصالح مع النفس، اتصالح مع نفسي واشوف الاول انا مفيش اي حاجه مشكله نقدر ان احنا نخوض فيها الا من الاول نعرف نفسنا احنا مين ونمط تعلقنا عامل ازاي وطريقه وعايزين ايه، وكمان مش كده وبس، ايه طريقتنا في الحب، هي ايه طريقتنا في الحب، كل واحد يعني له لغه مختلفه في الحب عن الاخر، تعبير يعني طرق كتير. في عندي خمس طرق او خمس حاجات للحب، خمس طرق للحب. ممكن انا اكون عايزه الحب عن طريق ووردس او كلمات، قولي كلام حلو انا عايزه اسمع منك كلام حلو، وممكن اكون عايزه منك خدمات مقدمه، يعني انت لما تجيب لي حاجه شنطتين وانت جاي تجيب لي بطيخه وانت داخل عليا حلوه حمرا كده ايوه بحاجات مش بكلمه حلوه وبس، خدمات مقدمه للشريك. انت وديت الولاد الصبح المدرسه، دي اسمها خدمات مقدمه. دي رقم اتنين في طريقه الحب، او جفت هديه، تجيب لي هدايا انا كده احبك، او فيزيكال تاتش، دي طريقه تعبيرها عن الحب، تعبيرها عن الحب، ودي تختلف كل واحد فينا له طريقه في التعبير عن. لذلك لما بنيجي نتجوز
بيبقى فيه دروب، لان كل واحد مش عارف التاني عايز من التاني ايه. واحيانا بيحصل مشكله بسبب ان انا بدي كتير للشخص ده، بديله كتير جدا وبهتم بيه وبجيب له هدايا، مش مستوعب ده، لان مستوعب كل واحد مش ده الطريقه اللي له هو طريقه مختلفه، مش هو ده اللي هو عايزه، مع ان التاني بيكون مقدم حاجات كتير جدا ومع ذلك هو مش واصل له حاجه. الطريقه الثالثه في الحب اللي هي الفيزيكال تاتش او التلامس الجسدي او البدني عن طريق احضان، قبولات، احساس، مشاعر. الطريقه اللي بعد كده الوقت، انك انت تديني وقت، اديني وقتي، اعمل لي وقت معين، احس بيه، نتكلم فيه، كلمني. ودي المشكله بقى اللي بلاقيها بنسبه كبيره في الازواج. طيب ينفع احنا شكلنا متحاملين على الازواج النهارده؟ انا حاسه كده، انا حاسه كده، كل حلقه غصب عننا كل حلقه غصب عننا. لا والله بصي، عشان نكون في حياديه يا جماعه، الكلام ده موجود عند الستات والرجاله طبعا، للحياديه وللامانه. للحياديه والامانه يا جماعه، احنا بنتكلم على راجل وست بالتساوي، ده يعني ما فيش، مش للراجل بس. طيب احنا معانا مداخله، استاذ محمود من المنصوره. اهلا وسهلا. الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. انا بصراحه مستمتع جدا بالحلقه، يعني ميرسي، ربنا يخليك، ومتابع على طول حلقات حضرتك. يا رب نكون قادرين نوصل لكم اللي احنا عايزين نقوله. لا تمام، جميل جدا الحلقه. طيب اتفضل. حضرتك انا بشوف ان الشك بيكون اكتر من بيكون من الواحده، بما انها بتبقى قاعده في البيت فتره اطول، وان الراجل بيخرج كتير جدا، فبيبقى دايما الشك من الواحده كتير. انت فين؟ انت رايح فين؟ ده مع اصحابك؟ لا مش مع اصحابك. إيه انت بتعمل ايه؟ كل ده بيكون ايه، صور لي ورق بقى وابعت لي، يعني ادله، لازم ادله. شخصيه انشست الزوجه من اسمه ايه؟ طيب انا بشكرك استاذ محمود. هي دي المشكله، هي دي المشكله بقى، ست الغيوره اللي بتغير، اللي هي بس استاذه فاطمه في الاول، هو فعلا الغيره بتكون من الست اكتر من الراجل، ولا في تساوي او مش شرط؟ حسب نمط تعلقها، لكن مش شرط اساسا. متعقله ورزينه وبتكون امنه وسكيور، هي واثقه فيه، في ثقه ما بين الاثنين، فانا اشك فيه ليه؟ هو يديني السبيس وانا اديله السبيس والحياه زي الفل. ايوه، انما ده نمط اللي قلت لك عليه، اللي شرحته في بدايه الحلقه عشان يكون محمود سمعني. هي طريقتها في التعلق او والتعامل قلقانه طول الوقت، متوتره، خايفه، كل شويه تتصل عليك، بتشك شك زياده، لان هي مش مؤمنه، هي خايفه تفقد العلاقه، خايفه يحصل خذلان، خايفه العلاقه دي تنسحب منها، فهي غير مؤمنه، غير مطمئنه. طب هقول لك بقى تعمل معاها ايه. اختاروا وقت كويس تتكلموا فيه، اشعرها دايما بالامان والاطمئنان، احتويها، اديلها احتواء، اديلها حضور، ده هيساعدها كتير ان هي تهدي شويه. والكلام هي محتاجه منه اكتر يا ايمان. هو عشان هي بادئه والمشكله عندها، هي المشكله عندها، فانت بدايه طريقه التعامل من حيث ان انت عرفت ان هي كده فعلا هتعرف تتعامل، اديلها حب كتير، اديلها امان ودعم كتير، هي محتاجه الحاجات دي، تكون العلاقه زي الفل. استاذه فاطمه انا بشكرك، انت احنا بجد انا استمتعت بالحلقه دي معاكي بجد. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، الحب احنا مش ملك بعض، احنا مش كل واحد ليه حريته، وكل واحد المفروض ياخد وقته، كل حاجه تكون بحدود، والوسط هو ده اللي احنا بنتكلم فيه في كل مواضيع حياتنا، لازم يكون في وسط. الحاجه دايما لما زي ما بيقولوا، الحاجه لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، هو ده. وفي النهايه احنا اتكلمنا عن البرود العاطفي، واتكلمنا عن الشك والغيره، وهو موضوع حلقتنا النهارده. وبجد انا بشكر حضرتك استاذه فاطمه مره ثانيه. انتظرونا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه في بيتنا.